معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من أثينا دبلوماسي والأكاديمي والعراقي السيد فاروق الراوي. مرحبا بك أستاذ فاروق معنا. نبدأ من تصريح النائب السابق. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. النائب السابق وائل عبد اللطيف قال إن عبد المهدي أخطأ بطلبه من الكتل تقديم مرشحين للوزارات. كيف ترى الضغوط التي تمارس من أجل تمثيل الكتل في الوزارات المقبلة؟ المتابع لما جرى بعد الانتخابات هي صراعات ما بين الكتل من أجل الحصول على أعلى المناصب. عبد المهدي بالتأكيد هو لا يملك كتلة داخل البرلمان ولا يملك قوة داخل البرلمان، ومعروف أنه هو جاء نتيجة اتفاقات بين كتل وأحزاب لتقديمه إلى، فبالتأكيد راح يكون يجب أن يخضع إلى هذه الكتل، لأنه إذا ما خضع إلى هذه الكتل ما راح تمرر التشكيلة الوزارية اللي راح يقدمها إلى البرلمان وما تحظى بالموافقة. ونحن نتحدث عن الضغوط، ما رأيك بما ذكرته صحيفة العربي الجديد بأن صفقة الرئاسات الثلاث تضمنت توافق على حماية شخصيات سياسية بارزة في البلاد تولت مناصب حكومية كبرى من أي مساءلة قانونية؟ ولم يتعرض أي مسؤول عراقي كبير من 2003 ولحد الآن إلى أي مساءلة قانونية، وعندما يتعرض أي مسؤول منهم تسهل له التسهيلات، تعطى له التسهيلات لمغادرة العراق، وعندنا أمثلة كثيرة. إذا كان في زمن أياد علاوي أو في زمن إبراهيم الجعفري أو في زمن المالكي، وحيدر العبادي خلال 4 سنوات هو يوعد المواطنين ويوعد فيه من خلال كلماته بالضرب بيد من حديد وبمتابعة الفاسدين وبفتح ملفات الفساد، وخلصت ال4 سنوات لم يحاسب أي من المسؤولين. فأعتقد أنه هذه ما جاء به وائل عبد اللطيف هو ليس بجديد، وهو فعلا اللي يتم من خلال وجود نفس الكتل. يعني من جاء بعادل عبد المهدي هي نفس الكتل ونفس القيادات اللي كانت تستلم المسؤولية في الفترة السابقة. هل من الممكن برأيك أن تغلق ملفات الفساد عبر هذه التفاهمات لإعلان الحكومة الجديدة؟ ربما تغلق لأيام ولسنوات، ولكن لابد أن يأتي يوم يحاسب جميع هؤلاء بدون أي استثناء، لأن الجميع للأسف متورط في الفساد. حتى إذا ما كان متورط في ملفات فساد، متورط في استلام مبالغ طائلة عن حمايات وهمية وعن استحقاقات هو غير لا يستحقها، سواء كان من ناحية خدم 3 سنوات أو 4 سنوات ويأخذ تقاعد ويأخذ حمايات ويأخذ امتيازات. هذه كلها هي أوجه من أوجه الفساد. وأعتقد أنه المنظومة من يوم استلم بريمر ولحد الآن هي سائرة في نطاق الفساد. بعضهم يصرح أن الأحزاب السياسية تتناقش فيما بينها لتجميع أسماء جديدة، الخروج بأسماء جديدة للوزارات. هل برأيك من الممكن أن تخرج التكوين الجديدة عن هذه الوجوه القديمة التي رأيناها منذ عام 2003 برموز جديدة، أو على الأقل هذه الرموز القديمة تخرج لنا بثوب جديد؟ ما جرى في البرلمان وما جرى من ترشيح عادل عبد المهدي وانتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح لا يبشر بخير، لأنه نفس الوجوه رجعت. عادل عبد المهدي شارك من اليوم الأول لدخول القوات الأمريكية ودخل مع القوات الأمريكية وساهم في أكثر من وزارة، ساهم في المالية وفي النفط ونائب رئيس الجمهورية، ونفس الشيء بالنسبة إلى برهم صالح من الناس اللي شاركوا، وخلال الفترة اللي شاركوا بها ما نجد أي منجز إلى عادل عبد المهدي ممكن أن يشار إلى خلال فترة تولي مهام وزير المالية أو وزير النفط، بل بالعكس
معظم ملفات الفساد جرت خلال الفترة الأولى من حكم المالكي. نعم، شكرا جزيلا لك من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي سيد فاروق الراوي.